هو معانا دلوقتي على التليفون. الو، مساء الخير يا استاذ رامي. لو سمحت ممكن تشرفنا في البرنامج في اي وقت يكون مناسب لحضرتك. انا مش جاي برامج ولا دياولو، انت هتشكل عليا. قول للافندي اللي مسلطك هم 10,000 جنيه ما ينقصوش مليم. تليفون، حد يديني تليفون. ايدك اهو. ايه يا استاذ الالفاظ دي؟ مش حضرتك الاستاذ رامي سلطان مؤسس جروب يلا نغير النشيد الوطني على الفيسبوك؟ انا اسف في الظاهر حصل سوء فهم. الاستاذ رامي سلطان المؤسس الحقيقي لجروب يلا نغير النشيد الوطني على الفيسبوك معانا على التليفون. الو استاذ رامي. يا باشا انا صاحب الجروب، واللي بتكلمه ده حرامي وسرق تليفوني ومش عايز يرجعهولي ولا عايز يديني نمره عطيات على بيات. يرضيك الكلام ده يا باشا؟ لا يا سيدي ما يرضنيش. ظهر ان في تداخل في الخطوط. اسمعوا، الحبه دول ما ياكلوش معايا. هتدفع على 10,000 جنيه؟ ايه بقى كلمني. استاذ رامي مش حضرتك مؤسس جروب تعالوا بينا نغير النشيد الوطني على الفيسبوك؟ ما قلت لك انا عايزين ايه. احنا الحقيقه اهتمينا جدا بالموضوع، خصوصا ان عدد الاعضاء والمتحمسين لفكرتك وصل عددهم ل 200,000 واحد. 200,000؟ 200,000 واكتر. انت حضرتك ما تعرفش ولا ايه؟ لا عارف، الجروبات كتير. هفتكر ايه ولا ايه؟ طب يا سيدي ربنا يقدرك. ربنا يخليك، ربنا يكرمك. احنا عايزين نسالك والمشاهدين كلهم عايزين يعرفوا، هل انتوا كجروب هتاخدوا اي خطوات اخرى خارج حدود الفيسبوك؟ خطوات؟ قول حاجه في شعرك ده. استاذ رامي انت سامعني؟ هل هتاخدوا اجراءات خارج الفيسبوك؟ ايوه طبعا اكيد هنتخذ. يعني احنا اسسنا جماعه اسمها غير وتغير. استاذ رامي واضح ان في حد جنب حضرتك بيضحك. اه دي احد افراد الجماعه، اصل احنا مجتمعين دلوقتي وبنغير. احنا بما ان في اكتر من ربع مليون عضو في الجماعه على الفيسبوك، حضرتك يا ريت تشرفنا في البرنامج في الحلقه القادمه. لا حلقه جايه برنامج ايه؟ لا ما بجيش برامج حضرتك خالص، يعني مش فاضي. انت مش متحمس للفكره؟ على العموم انا عملت اللي عليا. الاستاذ رامي لا خلاص خلاص هاجي هاجي. تشرفنا يا استاذ رامي. شكرا. البرنامج ابوابه دايما مفتوحه للافكار الجديده. فرصتك يا برنس الجيل. بص لناش عليه اللي يفتكر نفسه نجم قوي. يعني هديها شافت البوستر كانه هوا. وبعدين انا مالي ومال البرامج؟ انا بسمع افكارك ليه؟ هقول ايه في البرنامج ده؟ ايه يا رامي انا مش عارف انت قال لي. ده موضوع سهل جدا يعني. يا اخي افهم افهم، دي فرصتك عشان تبقى مشهور، ساعتها بقى يارا هديلك لحد عندك. نجم البرامج النهارده بالليل مش قريبا؟ ايوه قريبا يا بنسي كبير. ايوه وريه. يا ابني تاخد لك حصتين جيتار، تمسك لي جيتار احمر وتطلع في التلفزيون، مش نجوميه يعني، موال وبرنامج ويومين وروح لحالك. لا انت اللي نجم قوي. طبعا هيثم نجم اخر حاجه. انا نجم غصب عنك يا راجل. نجم ايه ده؟ انا شفتك من بعيد افتكرتك تلاجه مفتوحه. بلاش هربط وعسل، اظبط كده واحترم نفسك. هيثم ده متغاظ منك اخر حاجه، ما تديلوش فرصه يستفزك. ليتس جو. ما تنساش تبقى تقفل القميص بدل ما الفجاه تحمر. انا عايز صف واحد واحده طب وده برضه مكان تطلب فيه بنتي؟ انا اعمل لك ايه؟ ما انا كل ما اروح لك العيش الاقيك لسه في الطابور بتجيب عيش. بصراحه كاكا ما عندناش بنات للجواز. ازاي الكلام ده يابا؟ بنت فوزيه ما تتدخليش نهائي. بنت مش توبه كاكا. مش توبه ازاي؟ ايش حال ما كنتش انت بتاع جاز؟ بتعيرنا يا كاكا. طب تعالى هنا، فرضاً اتجوزت هتقعدوا فين؟ ايه ده؟ انت ما عندكش شقه؟ لا يبقى ليه حق بقى. يا عم اهدى انت شويه، امال هنقعد فين يعني؟ في عشتي طبعا. يابا عشه كاكا اكبر من عشتنا، وبعدين دي كامله من مجاميعه. هي بنتك بتروح له العشه؟ يا عم خليك في حالك، تبعك ده عم شندق؟ ولا عمري شفته. طب ما تسكت بقى، انت مالك؟ انت مالك؟ وانت يا عم اللي اقعد اقعد، مش عارفين نتكلم مع بعضينا. ايه يا عم شندق انت بترفضني ولا ايه؟ فوزيه مش اقل من اختها. جوزها جاب لها شقه ببشتين على اسبانيا، بقى في مشكله تانيه. فرضا ليه اتجوزته؟ هتصرف عليها منين؟ ايمن هتصرف عليها منين؟ لا 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 ما انا مظبط مصلحه حلوه واتفقت فيها على قرشين حلوين، ما انت عارف انا كسيب. كسيب من السرقه. ما تقولش كده يابا. ما هي دي الحقيقه يا بت. حرامي اخس. صدق ان انا هعوزك بجد بقى. دلوقتي يا استاذ تامر انا بمثل مجموعه عمال في شركه كبيره. ولينا مطالب، امنيه حياتنا حد يسمعنا.
طيب هدي نفسك استاذ امين، اسمحوا لنا ناخد اتصال هاتفي. الو مساء الخير. يا استاذ تامر، الراجل اللي معاك ده من فئه عايزه تهز استقرار البلد وتوقف عجله الانتاج اللي دايره من 27 سنه بلا توقف. حرام عليكم، البلد بتتقدم بينا. شكرا جزيلا، راي حضرتك محترم في النهايه. يا استاذ تامر، هو اللي بيطلب بحقه دلوقتي يبقى بيهز الاستقرار. طيب دلوقتي لو رئيس الشركه ما استجابش لمطالبكم هتعملوا ايه؟ معنى كده ان مفيش ديمقراطيه بقى، وانا مش هسكت. ايوه مش هتسكت، هتعمل ايه يعني؟ كده يا استاذ تامر مفيش حل قدامنا غير ان احنا نعمل اعتصام. ايه اعتصام مره واحده؟ والاعتصام ده هيبقى فين؟ امام مقر الشركه. شكرا جزيلا، شرفتنا. كان معانا الاستاذ امين الدرندلي في فقره بعنوان حقوق العمال. بعد الفاصل رامي سلطان، شباب الفيسبوك اللي عايزين يغيروا النشيد. فاصل ونواصل. اهلا بحضراتكم بعد الفاصل. معانا في الاستوديو رامي سلطان، الشاب اللي اسس مجموعه او جروب على الفيسبوك اسمه تعالوا بينا نغير النشيد الوطني. رامي اهلا بيك. اهلا وسهلا. ممكن تقول لي عايز تغير النشيد الوطني ليه؟ بصراحه لما جيت العبه على الجيتار ما سنكش معايا، مع ان في الحان اصعب من كده بتسنك معايا على طول. يعني اسمع حضرتك كده مثلا. انا جاف بالنور يا سيد العرسان، يا سيد العرسان، يا قمر منور على الخلان، يا نجف يا نجف يا نجف، حلو ومدلع. لا لا استنى استنى استنى، حلو ايه ومدلع ايه؟ سيد درويش طول عمر اغانيه سهله وبسيطه ماله استاذ سيد؟ انا عاشق كل اغاني استاذ سيد، انا عفريت جيتار حضرتك يعني. طب تعرف له ايه وحافظ له ايه؟ ايه اكتر اغنيه بتحبها؟ محسوب كون داس صباح محتاس، مسحت بوبوتس يا ناس، ما فيش فلوس بقيت منحوس خلصت خلاص. مساء الخير. مساء النور. تعالى رامي في التلفزيون. ايه ده؟ والله ده انا عايز اقوله لك ان هو ده مطرب الشعب. اه فعلا ده رامي. في دلوقتي اشكال موسيقيه جديده، يعني في راب تكنو ار ام بي. عايز تعمل النشيد الوطني راب وتكنو ار ام بي؟ ايه المشكله؟ وبعدين كل حاجه بتتطور، اشمعنى النشيد؟ وبعدين البلد بتتقدم بينا مش كده ولا ايه؟ لسه حتى الراجل قايلها من شويه سيادتك. هل في عندك يا رامي شكل او اقتراح معين للنشيد الجديد؟ لسه انا لسه في مرحله التحضير، الموضوع مش صغير كده كده بتاع عمده بالنعناع، موضوع كبير كبير. طيب على العموم معانا اتصال هاتفي في غايه الاهميه، معالي رئيس مجلس الوزراء نسبه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، انا حبيت اتكلم نظرا لاهميه وخطوره الموضوع اللي بتطرحوه النهارده. يا فندم بعد اذن حضرتك انا دلوقتي مش فاهم، حضرتك مع ولا ضد تغيير النشيد الوطني؟ طبعا انا مع الشباب والتغيير وكل الحاجات دي يعني، لكن ما يصار عن تغيير النشيد الوطني مجرد تضييع وقت وهراء. النشيد الوطني من ثوابت الامه وتعبير عن عزتها وكرامتها، وصعب جدا تغييره في الوقت. فوتوجونيك خالص ولا نجوم السينما. انا مش عارفه انت ليه رفضت تعمل له كليب. كليب ايه ده؟ هيوقعني مع الحكومه الكلب ابن الكلب ده، وانا لا معاهم مصالح حد كده. عشان كده انا بقترح على الاخ اللي قاعد قدامك انه يسكت وما يتكلمش في الموضوع ده تاني، وشكرا. شكرا جزيلا معالي رئيس مجلس الوزراء. رامي الرساله واضحه، رئيس الحكومه بيقول لك تسكت وما نتكلمش في موضوع تغيير النشيد ده تاني. معنى كلام الباشا ان مفيش ديمقراطيه. انا مش هسكت. مش هتسكت؟ هتعمل ايه يعني؟ اسكت يا حيوان اسكت. كده يبقى مفيش قدامنا غير اننا نعمل اعتصام. برضه؟ وهتعملوا الاعتصام ده فين؟ هو الباشا بيقعد فين؟ في المقر الجديد بتاع الحكومه. خلاص هيبقى قدام المقر. امتى الاعتصام؟ هو الباشا بيروح مكتبه الساعه كام؟ الدكتور نشيط، انا اسمع ان هو 8 ونص بكتير بيكون هناك. نشيط هو؟ اه طبعا نشيط جدا. يبقى بكره الساعه 8 الصبح. الو هاي هيثم. لا انا كنت مشغوله شويه. استاذ رامي ما تنسناش في لقاء اثناء الاعتصام ان شاء الله. انت هايل يا استاذ رامي. شكرا شكرا شكرا. بقول لك ايه، ايه موضوع الاعتصام ده؟ الاعتصام دي اهبل، لما تم زنقني جاب بالي كلام الارندلي ده. اه دي كده تعمل اعتصام. يارا يارا يمك. بقول لك ايه، انت تجيب لك بقى سيم كارد تاني بدل اللي اتسرق منك عشان اهلك ما يقعدوش تليفوني كل شويه. لو لغيته مش هعرف اجيب الواد. وبعدين التليفون معاده موزس. موزس ايوه ماما. مين يا ابن الكلب؟ ما تورنيش وشك، ما تجيش البيت تاني. ايه في ايه؟ ده بابا مبسوط مني قوي، انا عايز ابات عندك النهارده.
يا ريت. ده انا مظبط لك جوز. جوز من اللي انا بحبه؟ طبعا، دول انيل من عطيات على بيات. معتز، عيب يا برنس الجيل. يلا بينا. عارفه لولا ان ابوكي كنت شرحته. جريه يا كاكا، هي كل حاجه بلطجه ولا ايه؟ انت معايا ولا معاه؟ يا ابني هو عنده حق برضه، يعني يرضيك يا كاكا بعد ما نتجوز انا وانت ونخلف قطعيت حلوين، يدبد عليك في اي مصيبه وتشرد انا والقطعيت. انا كده كده متشردين وقاعدين في الشارع، يعني هنروح فين تاني؟ يا كاكا لا يرضى عنك، شوف لك اي شغلانه. انت ما بتشوفش الاعلانات اللي تيجي في التلفزيون بتاعه القطر؟ بتروح لهم يا واد يمكن. حاضر يا فوزي، حاضر يا فوزي. خليك ليه؟ ده باين الواد الكوريه ده صاحب التليفون، شكله هيدفع. الو، يلا تامر عايز ايه؟ رامي نايم. رامي رامي اتكلم. يارا الله يخرب بيت رارا يا عم، دي ده تيمور. يلا تيمور، ما جيتش فين؟ عصام هنعمل ايه دلوقتي؟ هنخلع طبعا. يا جماعه يا جماعه، رمى اهو، رمى اهو. كلم الحراسه تحت يفضوا لعب العيال ده. ازاي بس يا فندم؟ ودي عايزه ازاي؟ يدخلوا الاعتصام ويفضوه بالقوه. معاليك سعادتك شايف في صحفيين ومحطات فضائيه قد ايه، ومش هنخلص بقى من حقوق الانسان والاتحاد الاوروبي ومؤسسات المجتمع المدني. يعني هسيبهم كده يا باشا؟ دول حبه عيال فرافير مش هستحملوا الوقفه، شويه كده هيزهقوا ويمشوا. فرافير، ماشي يا زين. ها يا رامي هنعمل ايه؟ ايه هنعمل ايه؟ ها ها هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هنبدأ بالهتاف. طيب طلعوني طلعوني طلعوني. بصوا يا جماعة، احنا هنبدأ بالهتاف. قولوا ورايا. النشيد النشيد عايز الواحد من جديد. 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 التغيير التغيير طلباتنا مش كتير. 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 من حقنا من حقنا نحلم بحضن يضمنا. احنا اسفين يا جماعه، كده فهمونا غلط يا شيكو. اللي بعده. اسمك ايه؟ كبار عبد النبي. كبار يا باشا. ساكن فين؟ لا مؤاخذه يا باشا، ممكن سؤال تاني؟ يا ابني واحنا برنامج من سيربح المليون، سؤال تاني ده ايه؟ خلصني، خلينا نكمل الاستماره. يعني لسه اصلي ما استقرتش، بتنقل كتير. طيب هنبقى نكلمك على الموبايل. مش برضو معاك موبايل ولا ايه؟ ايه اللي دي؟ طبعا يا باشا تشتري. مش عايز مؤهلات. لا مؤاخذه يا عمنا، انا بصمجي. مش مهم، هنشوف لك برضو وظيفه. شوف يا سيدي، عايزك تصور لي البطاقه الشخصيه وتنزل على الاسم ده، تعمل لي فيش وتشبيه، وتجيب لي شهاده ميلادك وشهاده تاديه الخدمه العسكريه وتجيلي. راح فين ده؟ هو النادي فاضي كده ليه؟ الموضوع ده ويرد اخر حاجه. بس تلاقيهم كلهم راحوا الاعتصام بتاع الواد المتخلف اللي اسمه رامي ده. ايه ده؟ هو عمل اعتصام بجد؟ تخيلي بس، وحياتك الحكومه نص ساعه وهتجيبهم كلهم متكمرين، هي هتسيبهم. عثمان. نعم. ممكن ازازه ميه؟ تو فيست يا عرفه. قلت لي الاول هات عصير، جبت لك عصير اخر حاجه. بعدين قلت هات نسكافيه، جبت لك نسكافيه اخر حاجه. اتجيني الوجه ده يا شيخه، عايزين نروح الاعتصام اخر حاجه.
الموضوع ده يستاهل ان انت تعمل عشان اعتصام؟ طبعا، وبعدين انا اعمل عشان اي حاجه. طب تتوقع ايه كرد فعل الاعتصام؟ اتوقع انها تراجع نفسها وتعرف امتى. طب انت بتعمل الاعتصام ده بدافع ايه؟ بدافع الحب. انت ما تعرفش انا بحبها قد ايه. يا ريت كل شباب مصر يحبوها زي ما انت بتحبها كده. هو انا قادر على شباب النادي لما اقدر على شباب مصر؟ شغل اللي عاوز تشتغله ان شاء الله. ايه يا كاكا، في ايه؟ انت عاوز تسيب الكار ولا ايه؟ نفسي، بس اعمل ايه؟ طالبين فيش وتشبيه واوراق كتير. هو في حد اليومين دول بيشغل حد عليه سواق بالزوفه زي الزهر؟ اتكتب علينا نفضل حراميه. لا يا حبيبي، احنا مش حراميه. حراميه ليه ان شاء الله؟ احنا بنسرق ملايين يا معلم، حته موبايل، محفظه، ما تقولش بقى انا حراميه. ويعني لازم اسرق ملايين عشان ابقى حرامي يا سيزاتونه؟ ده يا معلم ساعتها بقى هتبقى رجل اعمال. بص، كبر دماغك من الحوار بتاع الوظيفه ده خالص، وبعدين نفكر مع بعض بالعقل كده بقى. كاكا، الوظيفه دي هتجيب لك ايه يا معلم؟ يعني 300 جنيه في الشهر؟ دول بقى اللي هيخلوك تعرف تفتح بيت؟ واذا كان على فوزاء واهلها قول لهم يا عم انت لقيت شغل. يعني هم مراقبينك يا كاكا؟ يعني الفرافير ما فضوهاش يا زيني؟ ما تقلقش يا فندم، روح سعادتك وانت مطمن، عيوننا قالت لنا انهم بدأوا يزهقوا. يعني يارا ما جاتش يا فندم. يا ابني هو احنا لحقنا؟ ايه يا اكسلانس، اصبر، واول ما البرامج اللي انت طلعت فيها تتذاع هتلاقي يارا دي قدامك. طب يا جماعه احنا ماشيين احنا بقى. ايه؟ تلحق، الواد سيكاس ماشي وساحب شلته معاه، كده الدنيا هتفكس مننا. وايه الحل؟ بص، العيال دي اكيد رايحه تاكل، انت لازم تجيب للاعتصام كله عشاء. ماشي، هات لهم عشاء بس سندوتشات فول وطعميه. ايوه ايوه، هات هات. يا جماعه رامي عازمكم كلكم على كوك دور. طب يا رامي احنا ماشيين بقى. ها، دينجا وشلته دماغهم بير. وهندخلها زي دي؟ اتصرف. هات لهم بير. دينجا، ايه تاني؟ دي بوس وشلته دماغهم حشيش. هتصرف. هات، هات لهم حشيش. دي بوس. رامي على فكره بقى احنا هنمشي. هات لهم الاداب. اتوقع انها تراجع نفسها وتعرف امتى. طب انت بتعمل الاعتصام ده بدافع ايه؟ بدافع الحب. انت ما تعرفش انا بحبها ايه. يا ريت كل شباب مصر يحبوها زي ما انت بتحبها. ايه يا عم، في ايه؟ انت ما بتاكلش ليه؟ يارا ما جاتش، يكون شابوها ما دفعش اشتراك الدش. قلنا لك اصبر يا رامي، وبعدين انت عايزها تيجي من اول يوم بالسهوله دي؟ ده تقول بنات يا برنس. متشكرين يا مان على العشاء بقى، احنا ماشيين بقى. كل المصاريف دي وماشيين؟ ماشيين؟ ايه ده؟ ايه طيب يا جدعان؟ ايه يا جدعان؟ رايحين فين؟ دي السهره لسه هتبتدي، ولا هي الحكايه اكل وشرب؟ ده اعتصام، احنا مش بنهزر. وبعدين هتروحوا ليه؟ ده الواحد ما بيصدق يبات بره البيت عشان نبقى على راحتنا كده. لا بابا ولا ماما ولا ايه؟ ايوه يا ماما، انا مش هبات في البيت النهارده، انا معتصمه. عيال واطيه. واشتغلت ايه بقى ان شاء الله؟ اشتغلت بمصنع غسالات. تلاقيهم شغلوك مسحوق. يا يا يا. وبعدين معاك يابا. لا، اشتغلت غساله بتفرم الغسيل كده. بس هيفضل عندنا نفس المشكله. هتقعدوا فين؟ اه طبعا دي مهمة جدا. ما قلنا في العشاء. الله، قلت شغل واشتغلنا، وبكره ربنا يفتح علينا ويجيب لك الشقة اللي نفسك فيها. خلصونا بقى. خلاص، اللي تشوفه اللي تشوفه يا كاكا بيه. خلاص، يبقى كاتب الكتاب والدخلة الخميس اللي جاي. سايق عليك النبي توافق يابا. ماشي يا كاكا، بس على الأقل أكون خلصت طابور العيش. بتعملي إيه يا بنت؟ عمك مرتي الراجل اللي كان واقف معايا في الطابور اتوفى امبارح، وابنه بياخد العزا وانت بالزغلط يا بنت. لا اله الا الله، بقى في حياتك شد حيلك. وهنا كان نفسه يجيب لنا ب2 جنيه حشاب قبل ما يموت. البركه فيك. يلا يا فوزه. يلا فوزه.
يارا تحب نسهر فين النهارده بالليل؟ مامي وافقت ان انا اسهر في اعتصام غير وتغير، ده بيقولوا عليه فاني خالص. ايه ده اللي شفته في التلفزيون امبارح يا جماعه؟ ده حلو قوي. يارا انا طبعا راشد. يارا تحبي تروحي السينما النهارده ولا سانجريا؟ هيثم انا حاسه ان انا تعبانه اخر حاجه مش هقدر. مالك يارا انت بقالك فتره متغيره؟ انا عايزه اقول لك على حاجه يا هيثم. خير؟ انا اكتشفت ان انا مش بحبك اخر حاجه. مش لازم تحبيني اخر حاجه، كفايه تحبيني بس. لا ما هو انا لازم كل حاجه تبقى اخر حاجه عشان ابقى مقتنعه. هيثم سوري. العيال دي فرافير وهتزهق وتمشي. تمشي فين؟ ده اللي مطلع غطا عربيه ونايم عليه واللي جايب كرسي بلاش. ما تقلقش يا فندم انا اؤكد لسعادتك. انا مش عايز اسمع منك ولا كلمه تاني، المهزله دي لازم تنتهي. تؤمر بايه سعادتك؟ تروح للواد اللي عامل الاعتصام ده تريحه على الاخر، خلينا نخلص بقى. رامي رامي ايه يارا جت؟ يارا ايه يا عم؟ بص قدامك الزين دحدوح مدير مكتب السيد رئيس الوزراء. هو انتوا ناويين تقعدوا هنا لحد امتى؟ لحد ما تيجي. هي مين دي اللي تيجي؟ طلباتنا. لحد ما طلباتنا تيجي لحد عندنا. طلباتكو؟ لهو انتوا قاعدين على القهوه وطلباتكو ايه بقى ان شاء الله؟ النشيد حضرتك. النشيد؟ مش كل شويه هنقعد نقول النشيد؟ مش معقول كده. الو؟ ايوه معليك. مصممين على تغيير النشيد؟ ها؟ معالي بوعدكم في اول اجتماع لمجلس الوزراء هيعرض الموضوع وان شاء الله هيحوز القبول. خلاص يا سيدي؟ بقول لك ايه يا برئيس الجيل؟ احنا لازم نصعب الموضوع شويه. الكلام ده معناه ان الاعتصام هيتفض. هنعمل ايه؟ لازم نقول لهم ان احنا عندنا طلبات تانية. زي ايه؟ مش عارف. خلاص يا ابني ولا يكونش عندكم طلبات تانية؟ يا سلام، خدتها من على طرف لساني يا باشا. فعلا في طلبات تانية. خير. عايزين نغير العلم. العلم؟ ليه بقى ان شاء الله؟ الالوان، النسر كده يعني. مش عاجبك النسر؟ نحط لك مكانه ايه؟ عصفوره؟ الوم عليك، دول عاوزين يغيروا العلم كمان. رامي ده زودها قوي، احنا هنفضل شغلنا والشعب اللي ورانا ولا لعب العيال ده؟ خليهم مرميين في الشارع. انت قلت لي ابو مين؟ سلطان بركات سعادتك. رجل الاعمال؟ ايوه يا معاليك. طب وده ايه اللي دخل ابنه في الاعتصامات والكلام ده؟ طيب انا هكلمه.